ناس كتير مش بتشتكي من سرعة بناء العضلات خاصة في فترة التضخيم، بس ممكن يظهر لنا بعض من الأعراض الجانبية اللي هي ظهور الخطوط البيضاء أو الإيه الستريتش ماركس. الأول أنا عايز أبارك لك، لأن على افتراض إن أنت عامل كلين بالك على إن أنت عضلاتك نامت بسرعة وبالتالي جالك الستريتش ماركس، لأن ده معناه إن التغذية بتاعتك كانت سليمة والتمرين ممتاز. ومش هبارك لك بقى لو كانت الزيادة اختارها دهون، لأن ممكن برضو زيادة الدهون ممكن تعمل برضو الاسترتش ماركس. أكتر أماكن بيحصل فيها الاسترتش ماركس بالنسبة للناس يعني اللي بيلعبوا حديد، بتلاقيها دايما في المنطقة بتاعت الصدر والكتف، وممكن والحتة اللي جوه بتاعت الباي، يعني هي كله متركز في الجزء ده. طب إيه هي الاسترتش ماركس؟ دي عبارة عن خطوط بيبقى نبيتي فاتح او بيربل زي ما احنا شايفين كده في الصورة، وبتبقى عبارة برضو عن ندبات. لما العضلات بتنمو بسرعة في جزء من الجلد وخاصة الطبقة اللي هي الوسطى مش الطبقة اللي على الوش بتتقطع، لانها ما بتستحملش النمو السريع بتاع العضلات، وبالتالي ممكن يحصل لها القصة دي. انما الحقيقة في بعض من الاسباب التانية اللي ممكن تحصل ستريتش ماركس لو انت ما بتلعبش يعني في الجيم، زي فترة البلوغ والضغط العصبي والحمل بالنسبه للستات وبعض من العوامل الوراثيه. ايه علاج الاسترتش ماركس دي لو جات لك؟ اهم حاجه بنقولها طبعا نقولها الايه الوقايه خير من العلاج. يعني من ضمن الاسباب اللي ممكن تعملها ان هي بيبقى نقص المعادن وفيتامين اي، فحاول انت دايما لازم تلتزم بالتغذيه السليمه اللي فيها كل العناصر، وتاخد بقى ممكن اي حاجه من المالتي فيتامينز. تاني حاجه بلاش تضخم بسرعه، يعني في ناس كانوا بيحكوا لي يقولوا لي انا زدت مش عارف 10 كيلو في شهر او في شهرين، فقلت له طبعا ده اكيد اكيد يعني نسبه عاليه جدا من اللي انت زدته ده دهون، لان مش ممكن حد يزيد الزياده دي في الفتره القصيره. فحاول دايما تعمل كلين بالك اللي هو زي ما احنا قلنا قبل كده ان انت تزود في اليوم من 300 ل 500 سعر حراري، وتبتدي تشوف الايه النتائج بتاعتك، لان اكتر من كده غالبا هتزيد دهون وهتخلي مشكله بقى الستريتش ماركس دي بقت مشكلتين، مشكله انت عايز تخلص منها وثانيا عايز تخلص من الدهون الزياده اللي عندك في جسمك. في بقى لما بتروح اي صيدليه او كده ممكن بتلاقي في كريمات بتتباع او لوشنز بتبقى غنيه بفيتامين اي وفيها زيت جوز هند وشويه حاجات كده تانية بمكتوب عليها يعني ستريتش ماركس. في بقى الابطال العالم وكده، لان زي ما احنا هنشوف في بعض من الصور بيبقى عندهم الستريتش ماركس دي، بس انت ممكن الحقيقه هم بيعملوا تان، بس تان مش اللي هو في الشمس، اللي هو بيعملوا بيجيبوا حاجات كده مركبات اللي هي سانلس تيننج لوشنز. دي عباره عن لوشنز يعني بتتحط بتبقى بتعمل لك الشكل بتاع التان ده من غير ما تتعرض للشمس، وممكن بتساعد في انها تغطي الستريتش ماركس. في بقى النصيحه بقى اللي هي الوحشه قوي اللي الناس كتيره قوي مش هيحبوها، ان بعض الدكاتره بينصحوا في الجزئيه دي ان انت تحاول تبعد عن الجيم مثلا شهرين او ثلاثه، ده هيساعد كتير قوي في ان الستريتش ماركس دي تلتئم لوحدها وترجع لطبيعتها نوعا ما يعني. واخر بقى نقطة ممكن تعملها ان انت حاول على قد ما تقدر بلاش تدخين، يعني ممكن احنا متفقين على كده من زمان، لان التدخين بيساعد على تقليل مرونة الجلد وممكن يسرع لك عملية ان يجيلك الاسترتش ماركس. لو الموضوع بقى بالنسبة لك كبير قوي وشكله وحش قوي او كده، يعني يفضل ان انت بقى تروح لدكتور جلدية شوف بقى هو هيقول لك ايه وهينصحك. في النهاية يا جماعة لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، ان ممكن بعد كل الهري اللي انا قلته ده الاسترتش ماركس ممكن ما تروحش، لان استجابة كل جسم غير التاني، وممكن بعد كل الحاجات اللي ممكن تعملها ممكن استجابتك تبقى ضعيفه او قليله. فيها بقى العوامل الوراثيه، سنك. يا ريت يا جماعه لو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يكتب لي في الكومنتات تحت او يبعت لي على صفحه الفيسبوك، وان شاء الله هرد عليه. والسلام عليكم.